في السنة الماضية. المغاربة أصبحوا متخصصين في هذه المسابقة مشاهدينا الكرام. يرى منصورة تيفو يؤكد إبداع الجماهير الأكاديرية السوسية الأمازيغية هنا بكل الألوان وبشعار واحد: كلنا حسنية أكادير. أدوى الجمهور السوسي أدي الجماهير الأكاديرية من كل حرب وصوب من المناطق المجاورة، كذلك الهوية الأمازيغية الحاضرة في كل مباريات نادي حسنية أكادير. دائما الهوية الأمازيغية متواجدة في المدرجات مشاهدينا الكرام. وتيفو ولا أحلى ولا أجمل، وكل التحية للجماهير الأكاديرية وخاصة في الكورفا السود، الكورفا المخصصة لأول مرة في انتظار مباراة العودة بعد أسبوع من الآن. كل التوفيق لنادي حسنية أكادير إن شاء الله. تعلق الأمر بعرس كروي كبير سابقة بحضور الزمالك المصري، واحد من كبار القارة الأفريقية، مع بقية الأسماء طبعا لا نستثني أحدا، ولكن اللي أثار انتباهي هي صورة ياسين الرامي وكذلك عبد الكريم بعدي، واحد من الأبطال الكبار الذين ساهموا في حضور حسنية أكادير على مستوى الدورة الربع النهائي. هكذا يشجع الجمهور الأكاديري نادي حسنية بهذا التيفو الذي يحفزه من أجل تقديم 90 دقيقة من المستوى الكبير لنا. أكادير أصبح الآن من الكبار، والكل في إفريقيا أصبح يعرف من هو الحسنية وقوة الحسنية وما فعله الحسنية في الدورة الأول وحتى في الأدوار التمهيدية، لأن أبرزها اللاعب كريم البركاوي الذي واصل غيابه منذ أشهر عديدة بسبب الإصابة. ينضاف إلى المادي أوبيلا عبد الكريم بعدي، خسارة كبيرة مع الأسف. عبد الكريم بعدي لن يكون حاضرا في هذه المواجهة كظهير أيسر، واللاعب الذي خطف الأنظار في الأونة الأخيرة بتغيب عن مباراة اليوم. فرجاني ساسي وحازم إمام، كل هذه الأسماء إذا تغيب عن الفرقة الزمالكاوية في ذهاب الدور الربع النهائي. سريعا نتعرف على اختيارات المدربين ميغيل كاموندي وكريستيان كروس. بالنظر إلى كل هذه الغياب الزمالك لواجب الضيافه نبدا به اولا محمود عبد الرحيم قنش في حراسه المرمى، حمدي النكاش رقم 12، محمود على رقم 4، محمود حمدي الونش 28، عبد الله جمعه 22، طارق حامد رقم 3، محمود عبد العزيز 17، ابراهيم درس نادي اتحاد طنجه الذي اجبر على التعادل 0-0 امام الزمالك قبل ان يخسر النزال في مباراه العوده. تمشي الكره اكاديريه في هذه اللحظات من الصديقي، يعكس من فرصه في اتجاه يوسف الفحلي، هو المتابع بعد ذلك من محمود قنش حارس المرمى. قنش الثانية، هل الركنية تجاوزت الخط؟ أول تسديدة وأول فرصة وأول محاولة. جلال الداودي القائد، نعم المفروض هو الذي يقود هجمات نادي حسنية أكادير، يعاد مجددا أمين الصديقي يعكس بهذه الطريقة في اتجاه يوسف الفحلي لبعد من المدافع الأوسط. بعد ذلك جاءت التسديدة، هذه التسديدة. الميدان على حساب كورما هي بنتيجة هدفين مقابل شيء، نتيجة التي تجعلنا نقول بأن بريكنا وضع القدم الأولى. فرصة يوسف، يلا يوسف، فرصة جول، غير معقول. لقطة عجيبة وغريبة يا تامر ياسيام، ماذا ضيعت في هذه الهجمة بعد كرة يوسف الفحري؟ تامر ياسيام أمام المرمى شبه فارغة يضيع الفرصة الهدف الأول. شوف الإعادة، يوسف الفحري هو متواجد في وضعية سليمة، تامر ياسيام ماذا ضيعت؟ أوه فرصة خطيرة، فرصة خطيرة، كان ممكن الحسنية يتقدم في نتيجة المباراة. شوف هنا يوسف الفحري يتفوق على المدافع الأوسط محمود على، بعد ذلك تامر ياسيام. غريب غريب غبير يا غريب يا تامر، غريب جدا يا تامر ياسيام أمام المرمى الفارغة تضيع فرصة التقدم للفريق السوسي. لاعب الفلسطيني، نعم يضيع ثاني فرصة لفريق حسن الملك. محمود كهرباء المهاجم، حميد أحداد كذلك اللاعب المغربي، ولا ننسى فرجاني ساسي اللاعب التونسي، بينما كرة أمام يريفيدة الحسنية. الفحلي والتسديدة، الونش وكنش بعد ذلك. اثيوبيا، وعلى فكره الحسنيه هو اول فريق مغربي يفوز في الاراضي الاثيوبيه امام جيما ابا جيفار. تامر ياسيام يرفع كره، تامر من يتابع الكره الثانيه، فقط الحارس كنش محاوله الخروج بهذه الكره ترجع لعناصر نادي حسنيه تقدير، والكره تخرج بعد ذلك الى رميه جانبيه، يقول الحكم لفائده نادي الزمالك المصري. هذه الاعاده مره اخرى لبعد، والمتابعه للكره الثانيه عن طريق اللاعب زهير باليمنى قويه لمس الحارس كنش، نعم.
كذلك اليد جاءت اليمنى فرصة رفع الكرة داخل منطقة الجزاء بالرأس ممكن، لكن الدفاع بقيادة مولي المصري. جلال الداودي يرفع الكرة فرصة فوز جول فرصة ذهبية لتسجيل هدف عبد العالي الخنبوبي، الكرة ثابتة نعم سلاح مهم جدا. هذه اللقطة ذكرتني بالهدف اللي سجله فريق حسنية أكادير في مرمى النهضة البركانية، وهو الهدف الذي أهل فريق السوسي إلى الدورة الربع النهائية هذه العادة مجددا. يرفع بشكل ممتاز جلال الداودي عبد العالي الخنبوبي هنا، هنا استخلاص للكرة تمشي لتامر السيام، يلا يا تامر بنية ممتازة يوسف الفحلي، الفحلي ماذا يفعل؟ الكرة تطول من جانب الفحلي لأن هناك محمود حمدي الونش في التغطية أمام اللاعب يوسف الفحلي أمامنا على الصورة، اللاعب اللي تألق هذا الموسم والدليل حضوره مع المنتخب المحلي ومنتخب الشباب. مشاهدين يلعب ياسين الرامي، ياسين بالخبرة الإفريقية الكبيرة يقود خط دفاع الحسنية، ومن أبرز المباريات ومن أبرز المحطات اللي مرمنا ياسين الرامي أكيد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2011، بينما فرصة التسديد مرة أخرى تسديد والمتابعة لكن في حركة غير مقبولة صراحة بينما انطلاقة لفائدة الحسنية فرصة تامر السيام مرة أخرى، تامر السيام يصطدم ست أداء بينما انطلاقة هناك على الجهة اليمنى يستلم إدريس بناني، ماذا سيفعل؟ إدريس بناني يرفع الكرة لكن أقرب إلى الحارس قنش، يبحث عن يوسف ميدان فريق الزمالك ولكن الخطورة تغيب في كثير من الأحيان بينما انطلاقة هنا تحضير في دار المدافعين والتعطية بعد ذلك رائعة جدا من جلال ممتاز. جلال الداودي يقطع الطريق أمام خالد بوطيب ويعيد الهجمة لفائدة الحسنية، رائعة هذه التسديدة تامر السيام كي الجزائري عاد مجددا باليسرى نعم بحث عن الزاوية 90 ابتدى بعيدا. اوه كم هي جميلة هذه اللقطة، كم هي جميلة هذه التسديدة امام هدافة الانصار، تتعالى الاصوات وتطالب الحسن هذا القرار الصائب، ترجع مرة اخرى للحسنية ولا من الجهة من زوير، يلا يا زوير عندك الخنبوبي هناك بجلبك ادريس بناني يتوصل بها، هل يرفعها تسديدة لكن بعيدة يا ادريس بناني، زوير الشاوش زوير تامر السيام في الاستلام ماذا سيفعل؟ تامر السيام امام عبد الله جمعه، عبد الله جمعه وتامر، تامر السيام يرجع لي الخنبوبي، هنا تضييق المجال على لاعبين دي حسنية أكادير، كرة مرفوعة 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 دي في القائم الثاني فرصة جول كناش مرة أخرى كناش يحرمنا من هدف يتقدم مشاهدينا الكرام، كناش يخرج إلى الركنية بعد متابعة من عماد الكيماوي كان وحده من دون رقابة على القائمة الثانية، شوف الإعادة مرة أخرى الكرة مرفوعة بهذا الشكل ومتابعة أجمل من طرف عماد الكيماوي لكن حارس المرمى غطى عليه تماما، غطى الزاوية وبالتالي خرج الكرة للركنية من لهم حاضرا داخل منطقة الجزاء نعم، ومعهم جلال الداودي تامر السيام في تنفيذ هذه الركنية. مرت كل عناصر الزمالك في الخلف بمن فيهم خالد بوطيب ايضا، حتى خالد بوطيب المهاجم الصريح يرجع للخلف من اجل المساندة، الكرة امامية في اتجاه من محمود علاء يتدخل الحكم يقول محمود عبد العزيز اللاعب السابق لنادي سموحة، ترجع مرة اخرى حذاري 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 من مثل هذه الكرات امام لاعب قناص هو خالد بوطيب، عبد الرحمن الحواصي يلعب بكل هدوء لليسرى ناحية لاعب تامر السيام، تامر السيام لمن يوسف الفحلي، تامر يفضل التسديد مرة أخرى يا تامر، مرة أخرى يسدي بهذه الطريقة، الجولة الأولى عرفت سيطرة واضحة لعناصر الحسنية ولكن هنا دون التسجيل إعادة مشددة للكرة الماضية، سلام على هذه الصور وصلت لها اللاعب إدريس بناني، أمين الصديقي في الاستلام على الجهة اليسرى، أمين الصديقي وقنش في المتابعة. هدف الدوري المصري قطع الكرة بشكل ممتاز، محاولة للمرور من الجهة اليمنى مراوغة ممتازة ممتازة ممتازة، هل كان في دفع؟ هل كان في دفع من جانب محمود على تبقى أكاديرية؟ هنا إدريس يرفع يرفع الحارس كنش مرة أخرى في الوقت البدل الطائع، تأتي كرة بهذا الشكل من تامر السيام اللاعب الفلسطيني، هذه الإعادة مرة أخرى الصراع بين محمود علاء وكذلك يوسف الفحلي، هنا يوسف طلب بوجود خطأ وطلب بوجود الركنية، الحمد لله مرة سالمة أنا حاول فيها اللاعب خالد بوطيب ولكن بعيد، هذه المرة الأولى التي صعد فيها الزمالك لأن شوط أول عرف سيطرة تامة لعناصر حسنية أكادير مع الأسف لم يتم استثمارها وترجمتها إلى رقبة رجل لرجل الصافرة، تأتي وجلال الداودي يرفع جلال يرفع جلال مح
محمود على يبعد مباشرة إلى هكذا. نريد الحسنية ضاغطا باستمرار في مناطق الزمالك. هنا الخبوبي، خبوبي سيلا ممتاز، الخبوبي خارج القدم ممتازة، فرصة 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 ضاع الهدف من جديد. هدف يضيع عمادي الكيماوي، تكررت اللقطات يا عمادي الكيماوي، هذه ليست أول مرة بل المرة الثالثة. نعم تجد نفسك أمام حارس المرمى محمود عبد الرحيم قناش بينما تتوتر الأعصاب في هذه الأثناء، وشنآن كبير بين اللاعبين. لا داعي لمثل هذه التصرفات، لا داعي لمثل هذه التصرفات. المباراة تسير تحت كنف الرؤية، المباراة هذه لعادة مجددا، راية مرفوعة. نعم راية مرفوعة، وضعية التسلل يشير إليه الحكم. شوف هنا لمس الراية بخارج القدم، هنا تغيير اتجاه الكرة من يوسف الفحلي لأنه انتبه إلى وجود عماد الكيماوي بجنبه. هنا حاول التمرير لعماد ولكن وضعية التسلل للأمانة هي واضحة في اللقطة. تبالي عبد العالي الخنبوبي، الخنبوبي مرر كرة، يخرج هنا جمعة، يخرج جمعة، مرور ممتاز، هذه العرضية فيها تسرع مرة أخرى، الكثير من التسرع من لاعبي نادي حسنية أكادير. سوء تفاهم دعوني أقول بين يوسف الفحلي وكذلك تامر الصيام، هذه الإعادة مرة أخرى. اللقطة الجميلة منك يا إدريس يا بناني عندما تفوق على المدافع عبد الله جمعة، تجاوز عبد الله جمعة ورفع الكرة هنا في اتجاه اللاعب الكيماوي. عندك الكرة يا الكيماوي، يطلب اللاعب الفحلي ولكن خروج حارس المرمى قنش في نهاية المطاف. نعم الأسرع كذلك حميد أحداد الغائب عن هذه المباراة بينما انطلاقة. حذاري حذاري، والحواصلي أول لمسة للكرة من جانب عبد الرحمن الحواصلي منذ بداية شوط المباراة الثاني. ذكرت اسمين انطلقا من منطقة سوس.